شمسنا شمس المعالي من هدى خير الأنام، ستدك البغي دكا سوف تجتاح الظلام، تجعل الظلم هباء تجعل الجور حطام، من دموع الأبرياء من دماء الشهداء من نفوس الأتقياء من معاناة الإمام، فكرها روح العقيدة إنها ليست بعيدة، شمس مهدي الحسين إنها عين اليقين، شمسنا خلف السحاب. مساكم الله بالخير والعافية والظهور إن شاء الله بتعجيله، نتبارك بهذه الليلة وهذه الأيام القادمة بظهور المولى المقدس إن شاء الله صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف، حيث تباشير ولادته قد اقتربت منا. وموضوع حلقتنا لهذا اليوم عن العدل والإحسان، إذ نستبشر بظهور العدل. مشاهدينا الكرام مساكم الله بالخير والبركة، وساعة تلفزيونية معي زميلتي سعاد ستكون، ونحن بجوار المقدس من الإمامين الكاظمين عليهما صلوات ربي وسلامه. أهلا ابتهاج، تحية طيبة لك وتحية طيبة لكم مشاهدينا الكرام أينما تكونون. روي عن الإمام جعفر الصادق عليه الصلاة والسلام أنه قال: من صلى على محمد وآل بيته كتب الله له 1000 حسنة. اللهم صلي على محمد وآل محمد صلاة تشرح بها صدورنا، اللهم صلي على محمد وآل محمد صلاة تنور بها وجوهنا، اللهم صلي على محمد وآل محمد صلاة تقضي بها حوائجنا، وأولى هذه الحوائج تعجيل الفرج لمولانا الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. نرحب بكم مشاهدينا الكرام في هذه الرحلة المسائية من قناة كربلاء الفضائية، وحلقة جديدة من برنامج خير الكلام سوف نكون معكم على مدى ساعة من الوقت المباشر من هنا من أرض الكاظمية ومن جوار الإمامين الجوادين عليهما الصلاة والسلام. مشاهدينا الكرام، كما نوه زميلتي ابتهاج في موضوعنا لهذا اليوم ومحور حلقتنا، راح نتكلم عن موضوع جدا مهم وهو العدل والإحسان. لكن قبل أن نتحدث بخصوص هذا الموضوع، دعونا نذهب نحن وإياكم ونشاهد ماذا في حوزتنا من فقرات لهذا اليوم وهذا المساء في برنامج خير الكلام من خلال هذا الاستعراض السريع. عنوان الحلقة: العدل والإحسان. فكرة الحلقة: تعريف العدل وتعريف الإحسان وبيان أساسهما وآليات العمل بهما والفرق بينهما، إذ لكل ظرف وضرورة. ننتقل بكم من بعدها إلى ضيف من النجف الأشرف، وهو الدكتور صلاح المنصوري، نحاوره حول محور الحلقة. بعدها نشاهد وإياكم استطلاعاً عن آرائكم حول العدل والإحسان. أعمال المحببة إلى الباري عز وجل، فلذلك الله سبحانه وتعالى يحب الإنسان الذي يتبع العدل والإحسان، على اعتبار أنه روح الحياة هو العدل، أساس الدين هو العدل. حياكم الله مشاهدينا الكرام، قد شاهدنا وإياكم استعراض الفقرات لهذه الليلة، نسأل الله أن نوفق في ظهورها بأكملها وأن نلم بجوانب الحلقة لهذا اليوم عن العدل والإحسان. استفتحنا بذكر المولى المقدس الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، إذ إنه هو العدل المنتظر لإحقاق الحق وإبطال الباطل، وحديثنا عن العدل والإحسان إذ نحن نرتقب ظهوره المقدس. لا بد أن نتحرى العدل في أقوالنا وأفعالنا، في تصرفاتنا، في سلوكنا، بين أفراد أسرنا، بين أفراد المجتمع، في وظائفنا، في أعمالنا، وما بيننا وبين أنفسنا،
وما بيننا وبين خالقنا. هذا ما سنتطرق إليه بحول الله وقوته إن شاء الله في هذه الليلة أنا وزميلتي سعاد. نعم يا ابتهاج، وبما أنه تكلمت عن العدالة المهدوية للإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، هنالك رواية واردة عن الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام يقول: إذا قام قائم آل البيت قسم بالسوية وعدل في الرعية. فهذه الرواية تبين لنا كيف تكون دولة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، حيث تكون هذه الدولة مكللة بالعدالة ويكون هنالك تقسيم بالتساوي بين الرعية، لا يكون هنالك ظلم بين شخص وآخر، لا يكون هنالك محسوبية، ولا يكون هنالك إساءة لأي شخص في دولة الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، لأن الكل يكونون في مستوى واحد، والإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف هو الإمام إمام الحق كأبيه وجده وآبائه، وكذلك كأمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام، فهو كان إمام الحق إمام العدالة، وكذلك كان يحسن للمسيء، كان يحسن إلى كل من ينصب العداء لهم، لكن كان رغم كل تلك المواقف كان يرد الإساءة بالإحسان كأخيه وابن عمه ونبيه النبي محمد صلى الله عليه وآله. وعندما نتحدث عن العدالة اليوم يا ابتهاج، يكون هنالك في كل حياة إنسان يكون هنالك قدوة، ونحن الموالين لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، أهل البيت عليهم الصلاة والسلام هم قدوة لنا، فعلينا أن نأخذ هذه الصفة واتباعا للصفات الأخرى، وهذه الصفة وهي العدالة، أن عندما نكون ونقول نحن من شيعة أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام، لا يكون فقط شعار، لا يكون فقط أمرا ظاهريا، بل يكون أمرا قلبيا باطنيا للإنسان تطبيقيا. ومن هذه الأمور تطبيقيا، يعني يكون السير على نهجهم بالقول والفعل، فيجب أن نكون يكون يعني كل إنسان أنا عادلة فيما بيني وبين أولادي، يكون عدالة ما بين الزوج والزوجة، كذلك حتى المدير اليوم يجب أن يكون عادلا بين الموظفين، لا يكون هنالك محسوبية لفلان أفضل من فلان، أو ربما فلان من قرابتي وأنحاز إلى هذا الشخص، ربما يكون أخوي ابن عمي خالتي أو غيرها من هذه القرابة. أحيانا يكون هنالك عدالة في الظلم والعياذ بالله، يتصور الإنسان أنه عادل عندما يعاقب شخص فيعم البقية بالعقوبة، يدعي أن ذلك من العدل. لكن أحب أعقب على كلمة بخصوص أمير المؤمنين سلام الله عليه. نعم كان يبادل المسيء بالإحسان، لكن ليس دائما، أكو ناس يجب أن يتم القصاص منهم، أكو ناس واجب حربهم مثل معاوية لعائن الله عليه، أكو بعض الفئات وبعض الشخصيات لا بد من محاربتهم ولا بد من مناهضة هذا الباطل الذي يقومون به وإظهار باطلهم. ليش؟ لأن يمثلون تهديد لعقيدة الناس، فالإنسان اللي يمثل تهديد لعقيدة الناس لازم أني أبادر بفضحة. أنظر للمقاطعة. نعم. مداخلة بسيطة إذا سمحين إلي يا زميلتي، هذا ينطبق على كلام النبي محمد وأهل البيت، كان النبي محمد وأمير المؤمنين رحماء فيما بينهم، أشداء على الكفار. نعم. فهذا يشملهم الشدة. نعم. أحسنتي. إذن حتى إحنا نعرف نتوافق مع من نعدل ومع من تكون هنالك جهاد ومحاربة. عادة العدل نظام شامل على الجميع، اعدلوا هو أقرب للتقوى، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، مو حب وحكي وكره وحكي، لا، شخص بيني وبينه شنآن، بيني وبينه عداوة، لابد أن ينال نصيبة من العدالة. إذن أنا أعدل بكل أحوالي، لكن رد الإساءة بالإحسان أمر يختلف تمام الاختلاف عن مسألة العدالة. العدالة واجبة، أمر الله علينا، والله عز وجل جعل العدل أصل من أصول الدين، إن الله عز وجل عدل، فتفكيرك بأن الله عز وجل عدل
يحميك ويحفظك من الوقوع بالإلحاد. عادة ما تكون أول عتبات الإلحاد للملحدين الشك في عدالة الله عز وجل. نعوذ بالله من الشك في عدالة الله. يقال: لماذا الله عز وجل خلق هؤلاء كفار وخلقنا مؤمنين ثم يحاسب هؤلاء؟ اعلم أن الله عز وجل خلق كل نفس وأعطاها هداها وألهمها فجورها وتقواها ويحاسبها على ما كلفها. الله عز وجل بكل الأحوال عدل، يجب أن ننفي صفة الظلم عن الله عز وجل. نعم، فبالتالي هنالك مضمون حديث يقولون، يعني تبعا لكلامك زميلتي ابتهاج، بأنه لا نقول على الله سبحانه وتعالى ونتهم الله سبحانه وتعالى بهذه الصفة السيئة، فحاش الله سبحانه وتعالى، فهو العادل الذي يعدل بين كل شيء. فيقول سيدي ومولاي في مضمون أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام: ولا تتهموه بعدم العدل. فيجب أن نبتعد عن هذا الأمر. أيضا هنالك آيات قرآنية كثيرة قد تحدثت عن العدل والإحسان، والإمام أبي جعفر عليه الصلاة والسلام يبين لنا هذا التفسير في قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. قال: العدل شهادة الإخلاص وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله، والإحسان ولاية أمير المؤمنين عليهم الصلاة والسلام، والإتيان بطاعتهما صلوات الله عليهما، وإيتاء ذي القربى الحسن والحسين والأئمة من ولده عليهم الصلاة والسلام أجمعين، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، وهو من ظلمهم وقتلهم ومنع حقوقهم وموالاة أعدائهم، فهو المنكر الشنيع والأمر الفظيع. في هذه الرواية طبعا تفسير جدا مهم وكذلك مفيد يبينه لنا الإمام أبي جعفر عليه الصلاة والسلام، ويبين لنا إن العدل يكون مكلل برسول الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم، والإحسان هو ولاية أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام، وإيتاء ذو القربى هم الحسن والحسين وأولاد الحسين وصولا إلى الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. فكذلك ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، وهو هؤلاء من ظلموا محمد وآل محمد وقتلوهم ومنعوا حقوقهم، وكذلك تشمل هذه الآية من يوالي أعداء محمد وآله الطيبين الطاهرين، فهم المنكر الشنيع والأمر الفظيع. فعلينا أن نبتعد كل البعد عن هؤلاء الذين يعادون محمد وآل محمد، حتى لو كان بالكلام، حتى لو كان بالرضا، حتى لو بكلمة رضوا بأنهم كيف فعلوا بآل محمد صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء شاركوا في قتل. وأيضا هنالك يعني حديث للإمام يقول، يعني مضمون هذا الحديث: لو قتل شخص في المغرب وكان شخص في المشرق رضى بهذا الأمر شارك بهذا الأمر. أحسنتي بالفعل، وهذا منافي للعدل الذي أمرنا الله به عندما نكون مع أعدائهم بحجة التقارب، بحجة الله، بحجج واهية. هذه الحجج توقعنا في بؤر من النار يوم الدين، حيث سنقف مع أعداء الله. وقال تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الله ما حدد ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، عاد أنا أركن إلى الذين ظلموا تقية ما تنحسب إلي، أركن إلى الذين ظلموا محابات تقارب وغيرها من التسميات ما تنحسب إلي. لازم أني ما أركن إلى الذين ظلموا، أكو نهي عن أن أركن إلى الذين ظلموا والعياذ بالله، ولا سيما ظلم محمد وآل محمد، نستجير بالله من ظلمهم. قال أمير المؤمنين سلام الله عليه: العدل يصلح البرية، صلاح الرعية العدل. إذن قوام العدل إصلاح المجتمع، تريد مجتمع صالح يكون ممارسة العدل. هنا نبتدئ من رأس الهرم، يجب أن تكون عدالة من قبل المسؤول الأعلى. عندما تنفذ هذه العدالة بين أطياف
الشعب بين طبقاته، بين من شماله إلى جنوب البلد، يكون حاصل على حقوقه، يطمئن نفسية هذا المواطن ويصلح حاله، لا يتمرد. بينما التمرد ينشأ نتيجة الظلم، الظلم يؤدي إلى العباد إلى أن يقول كل شخص أني أنزل أخذ حقي بيدي، بالتالي يحيف على من دونه ويحيف على من حوله بحجة أنه يأخذ حقوقه. أنت ما مارست دورك كمسؤول في إعطاء هذا المواطن حقه، فجعلته يتمرد ويصف بأنه حقا وهو عمل باطلا فيتعدى على من حوله. نسأل الله الهداية وأن نتبصر بكل شيء حولنا حتى نتصرف التصرف الصحيح في أن لا تغرنا هذه الحياة الدنيا فنقع في مزالق الطمع فيها فنكون من الهالكين. فعندما يحاسب المرء نفسه لن يتعدى على حقوق الغير، ويجعل العدل الإله الواحد الأحد الذي فرض علينا حدودا أزاء أعيننا، فلا نبغي ولا نظلم أحدا. مشاهدينا، نتوجه وإياكم لمشاهدة الاستطلاع ثم نعود. العدل هو الحق، لأن الإنسان لما يقول اعدلوا يعني تكلموا الحق، تصير المشاكل مثلا بين الناس تحكم بالحق، احكموا بالحق قبل الله سبحانه وتعالى. فالحق هو اللي يفصل بين الناس وبين كلمة الصدق، يعني الراد وياها، لأنه لما يحدث حدث حاصل تكون أنت تتذكر الله سبحانه وتعالى في كلامك، في فصلك بين الناس. بشر الله سبحانه وتعالى أوصانا بالعدل والإحسان، الإحسان لأنه يكون مثل ما تحب الخير لنفسك تحب الخير للآخرين، مثل ما تحب نفسك الاحترام تحترم الناس. كل هاي الأمور هذه تطبق على كلمة نفسك. يعني عدل كما قلت، العدل باب من أبواب التقوى، وكل إنسان يجب أن يعامل الناس بما يحب أن يتعامل به. العدل أن يقصد، هو القصد بالعمل، بالجار، بكل الأمور، بكل الأمور مثل ما يحب أن يعامل الناس، يعاملوه عامل الناس بنفس الأمر. فأي عمل تقوم به الحسنة بعشرة أمثالها وسيئة مثلها، فاعتيادي أي عمل تقدمه موجود أمامك رقيب وعتيد، يسجل كل أعمال الصالحة والطالحة كذلك. أي فبس أنا أدعو أقول يعني بالعمل، بالذات بالعمل. نعرف أن العدل والإحسان، أول شيء العدل أن نضع الشيء في موضعه، والعدل يأخذ أبعاد كثيرة، سواء كان أنت مع الله سبحانه وتعالى، علاقة الفرد مع الله سبحانه وتعالى، أو علاقة الفرد مع الأسرة، أو علاقة الفرد مع أخيه المؤمن أو المسلم، فلا بد أن تتحقق. فإذا تحققت العدالة بالذات راح تتحقق الإحسان، لأنه شنو هي مقدمة الإحسان؟ لا بد أن يكون هناك مقدمات له، وهي العدالة. العدالة وضع الشيء في موضعه. كيف وضع الشيء في موضعه؟ لأن أنت عند قاعدة رسمها الإمام الصادق عليه السلام، يقول لا إفراط ولا تفريط، ولكن أمر بين أمرين. ولا بد الإنسان أن يكون هذه الجانب، جانب العدالة، لازم أن ترسم برسم صحيح واقعا. ليش؟ لأنه عندنا ربط، عندنا أن الله سبحانه وتعالى كما جاء في حديث المعصوم، إني تارك فيكم الثقلين أو الثقلين كتاب الله وعترة أهل بيتي، أي بمعنى أنه الطائر بجناح واحد ما يطير. ولا بد أن يكون هناك شنو؟ القرآن وهي والعترة الطاهرة، حتى نصل إلى مفهوم العدالة الحقيقية. كيف هي العدالة؟ تواجدت مع رسول الله صلى الله عليه وآله باعتبار هو سيد العدالة، بعدين استلم العدالة الإمام سلام الله عليه اللي هو أصلا هو اللي أسس العدالة. العدالة بمفهوم عام لا بد أن تطبق بمفهوم شخصي، بمفهوم عملي، يعني لا نرسم بجانب النظري، لا، لابد أن يكون هناك سلوك. سلوك العدالة شنو؟ يعني لازم أن تكون سلوكك مع أفراد العائلة بالذات الإنسان، لا بني، لأنه العائلة تنبني البناء صحيح إذا كان الرجل عادل، إذا كان الأب عادل. نعرف إحنا مسيرة الإنسان لابد أن يقتدي، وين كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فإذا أنا صاحب الأب الكبير وأنا فاقد العدالة أو فاقد الإحسان، والإحسان إلى دور كلش قوي. مما لا شك فيه إن العدل والإحسان من الأعمال المحببة إلى الباري عز وجل، فلذلك الله سبحانه وتعالى يحب الإنسان الذي يتبع العدل والإحسان، على اعتبار أنه روح الحياة هو العدل، أساس الدين هو العدل، الحياة كلها تمشي بالعدل.
المساواة بين الناس هو العدل. لذلك الله سبحانه وتعالى من خلال العدل والإحسان شرع بعض الأشياء وخلى الإنسان يتبعها، كأن يكون مثلا أنه الإنسان عندنا إنسان أسود وأبيض لازم يكون بيناتهم عدالة، عندنا ذكر وأنثى كون يكون بيناتهم عدالة، عندنا غني وفقير كون يكون بيناتهم عدالة. فلذلك الله سبحانه وتعالى في بعض الأمور ساوى الناس كلها في موضوع الحج، الحج كلها تطوف حول البيت بنمط واحد، فقير غني أسود أبيض أعجمي عربي كلها تطوف حول البيت وكلها تقول كلمة واحدة لبيك اللهم لبيك. عندنا الصلاة أيضا الناس كلها تصطف بعدالة وبمؤاخاة وكلهم أحبة مع الله سبحانه وتعالى وأحبة لله. فلذلك موضوع العدل والإحسان من مقومات المجتمع وأساس المجتمع هو العدل والإحسان. عدنا نحن وإياكم مشاهدينا الكرام من جديد، وشكر موصول للأخوة المتحدثين الذين أبدوا بآرائهم الجميلة بخصوص موضوعنا لهذا اليوم الذي نتحدث فيه عن العدل والإحسان، وتتم لما تطرقوا إليه عندما تحدثوا عن العدالة وكيف تكون العدالة مع الله سبحانه وتعالى. وكذلك تطرق زميلتي ابتهاج لهذا الأمر بأن لا نظلم الله سبحانه وتعالى وأن نقول عن الله هو العدل، وفعلا هو اسم من أسماء الله الحسنى، وأيضا العدل هو من أصول الدين. كذلك من العدالة الإنسان مع الله سبحانه وتعالى بأن يقوم بجميع الواجبات التي أمره بها سبحانه وتعالى باتباع الأنبياء والحجج والأئمة عليهم الصلاة والسلام والتصديق بهم، وكذلك طاعة الله سبحانه وتعالى والابتعاد عن المعاصي. هذا يكون بمضمون العدالة الإنسان مع الله سبحانه وتعالى. أيضا اليوم احنا نحتاج إلى العدالة. المجتمع إذا ساد الظلم بالتالي راح يصبح عبارة عن غابة يأكل القوي الضعيف، ويضيع الإنسان الفقير ويضيع الإنسان المؤمن في هذه الغابة التي يكون رؤساءها عبارة عن رؤساء ظالمين يبتعدون عن الإحسان، يبتعدون عدم المساواة وعلى عدم العدالة. فبالتالي إذا كان المجتمع وكانوا الرعية هم المسؤولون يتمتعون بهذه الصفات ومنها العدالة والإحسان إلى الشعب، فيكون هنالك يسود هذا المجتمع الأمن والأمان والراحة والسكينة. أيضا هنالك أمر جدا مهم هو عدالة الحكام. اليوم القاضي هو مسؤول، هو يحكم بالعدل، فيجب أن يحذر كل الحذر عندما يطلق أي حكم، فعليه أن ينظر إلى الموضوع من جميع الجهات حتى لا يظلم شخص. اليوم أيضا في الحياة الأسرية عندما نتكلم عن الحياة الأسرية يجب أن يكون هنالك عدالة. إذا كان الزوج يعني العدالة ما بين الزوجين، العدالة إذا كان الزوج متزوج أكثر من زوجة فيجب عليه أن يعدل ما بين الزوجات، أن يعدل ما بين أبنائه، كذلك العدالة في الميراث، العدالة في تقديم الواجبات للأبناء. أيضا اليوم إذا نخرج من المدرسة من المدرسة الكبرى وهي المنزل أو الأسرة نذهب إلى المؤسسة الثانية أو البيت الثاني وهي المدرسة، على المعلم هذا المربي الفاضل وهو الأب الثاني والمعلمة وهي الأم الثانية، يجب أن تكون هنالك عدالة فيما بين الطلاب، لا أميز ما بين هذا الطالب وهذا الطالب، أظلم هذا الطالب لأن توجد مشكلة فيما بيني وبين أحد من أهله، أو ربما يكون هذا الطالب شاطر ويكون ابني موجود في داخل الصف فأميل لابني، أو ربما أحد الطلاب اللي يكون عندي واسطة وياه، أو ربما تربطني بصلة القرابة فيكون هنالك ظلم، أظلم هذا الطالب المجتهد، ماكو عدالة، ماكو مساواة، ماكو إحسان. فبالتالي إذا اختفت هذه المقومات، هذه الصفات في المدرسة داخل الصف، هذا الأمر راح يسبب بانكسار نفسية هذا الطالب المظلوم، هذا الطالب اللي دا ينساء إليه من قبل الطلاب أو ربما من قبل المعلمين. إذا كان الطالب يسيء للطالب فعلى ربما يكون هذا الطالب بعد ما واعي، عقله مو كامل، عمره يعني مو كبير. هنا تأتي مرحلة
المعلم أو المدرس هو باعتباره هو المربي الفاضل، هو أكبر عمرا وسنا، فعليه أن يقرب ما بين الطلاب، أن يعلمهم الإحسان، أن يبعدهم عن الإساءة، وكذلك يطبق العدالة والابتعاد عن أي شيء يسبب الظلم لهذا الطالب، لأن كل هذا الأمر سوف يحاسب عليه يوم القيامة. نعم، الحق صفة والعدل تنفيذه، فالعدل هي صفة الحق إذا نفذ، والباطل صفة والظلم تطبيقه، يعني إذا إنسان طبق الأمر الباطل كان ظالما. نعم. فدائما كل ظلم ينسب إلى الباطل وكل عدل ينسب إلى الحق، ولتمييز بين الحق والعدل ينضم معنا الضيف الدكتور صلاح المنصوري من النجف الأشرف الباحث الأكاديمي. أهلا وسهلا بكم وحياكم الله في برنامجنا خير الكلام، تفضلوا. الله حييكم، أهلا وسهلا بكم. نعم، نتحدث عن العدل والإحسان. مبدئيا الفرق بين الحق والعدل، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أستهل هذه المناسبة لتقديم التهاني للعالم الإسلامي، ولا سيما المراجع العظام أتباع البيت عليهم السلام، بمناسبة قرب حلول ولادة الإمام الحجة عليه السلام منقذ البشرية، وخصوصا نحن نتكلم عن هذا الموضوع واقعا، فأصبح هناك تلازم وهناك يعني الموضوع أكثر دقة وأكثر تركيز يفترض أن نركز عليه. لماذا؟ لأنه تزامن مع هذه الولادة الميمونة، خصوصا وأن الإمام سوف يأتي لنشر العدل في ربوع الكرة الأرضية لتنعم جميع البشرية بعدالته إن شاء الله. أما بالنسبة إلى السؤال العدالة والحق، طبعا العدل كما هو معروف له عدة تعريفات، ولكنها كلها تؤدي إلى معنى واحد، وهو إعطاء كل ذي حق حقه، أو وضع الأمور في نصابها وفي مواضعها الصحيحة. وهذه المفردة وهذا مصطلح العدل واقعا هو مصطلح مهم، لأنه ورد في القرآن الكريم، ورد في السنة النبوية وسنة آل البيت عليهم السلام، وأصبح التركيز عليه واضح، لأنه إذا غابت العدالة واقعا، إذا غابت العدالة سوف يغرق المجتمع بالفوضى، وسوف تأتي جميع أو يكتسب المجتمع جميع الأمراض الاجتماعية وجميع الأمور الغير صحيحة التي من شأنها أن تجزئ المجتمع إلى طوائف وإلى مجموعات وإلى أجزاء، وبالتالي يغيب الانسجام ويغيب التحابب والتوادد والتكاتف بين أفراد المجتمع. فإذا ولذلك عندما نقول العدل أصل من أصول الدين، يعني هذا ليس اعتباطا وليس شيء عفوي، وإنما العدل هو بذرة كل شيء، هو بذرة السعادة، هو بذرة التكاتف، هو بذرة تحقيق الخير للناس، تحقيق السعادة للناس. فبدون العدل واقعا لا نستطيع أن نصل بالمجتمع إلى بر الأمان. العدل ينطلق من النفس وينطلق من الأسرة، حتى بين الأفراد وبين أفراد الأسرة ينبغي لرب الأسرة أن يكون عادلا في الابتسامة، عادلا في العطاء، عادلا في التعامل، لأنه إذا أخطأ الأب أو إذا أخطأ المسؤول عن الأسرة في هذه المفردة ولم يطبقها بشكل صحيح، ولم ينشر العدالة في ربوع أسرته، واقعا سوف تضطرب هذه الأسرة، وسوف يحقد الأخ على أخيه والبنت على أخيها وما شابه ذلك. وننتقل بعد الأسرة إلى الجيران، وبعد الجيران إلى الدائرة والمدرسة والمؤسسة، فكل مسؤول لابد شنو، نحتاج احنا إلى العدالة حقا دكتور. بالتالي نحتاج العدالة في جميع مفاصل الحياة،
في جميع المفاصل. نعم، هذا عن العدالة، ماذا عن الإحسان؟ الإحسان طبعا الإحسان هي مفردة مهمة جدا، ووردت في نفس الآية القرآنية، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. الإحسان يعني مباشرة جاءت بعد العدل، وهذا دليل على أهمية الإحسان، لأنه الإحسان يصفي القلوب، الإحسان يجعل المحبة بين الناس، فإذا هي مكملة، واقعا مكملة للغاية التي ننشدها من وراء شنو؟ العدل. لأنه وردت روايات كثيرة عن الإمام علي عليه السلام في التركيز على الإحسان، بل اعتبر رأس الإيمان الإحسان إلى الناس، الإحسان إلى الناس، تفضل عليهم، مقابلة الخير بأكثر منه، ومقابلة الإساءة بالإحسان إذا كان مقتضي لذلك. وأيضا ورد عن الإمام عليه السلام بأنه يعني بما معناه بأنه الإحسان تجارة مربحة وبضاعة مربحة وزراعة ناجحة، فعليكم بها. الإحسان ذخر، الإحسان شنو؟ ذخر، يعني الذي يحوز الإحسان والذي يكون واقعا محسن للآخرين، كما يكون أيضا في مصاف الآخرين، في مشاركة الآخرين في همومهم، في رفع معاناتهم، في قضاء حوائجهم بالإحسان، فهذا دليل على أن المجتمع سوف يصفو وسوف تزود المحبة وتكثر المحبة بين أفراد المجتمع. طيب وبالتالي دكتور، وبالتالي اقتران، نعم، الإحسان بالعدالة، واقتران العدالة بالإحسان، سوف يشكلان ركنان أساسيان لانسجام المجتمع، وانسجام الأسرة، وانسجام المدرسة، وانسجام الجامعة، وانسجام الدائرة، وما شابه ذلك. لأنه عندما يحسن الإنسان إلى الآخرين سوف يمتلك القلوب، وورد هكذا معنا في الروايات، وسوف يهيمن على عقول الناس، وسوف يهيمن على شعور الناس، لأنه النفس واقعا مجبول على من يحسن إليها. فإذا أردنا أن نكون من بنات المجتمع، لا بد لنا أن نحسن الآخرين، لا بد لنا أن نقترب من الآخرين من خلال الإحسان، ونشغل جزء من تفكيرهم، نشغل جزء من همومهم، ولذلك سوف يحصل تقارب ويسود المجتمع الأمني والأمان. طيب دكتور صلاح المنصور، جزاك الله خير على ما نوهت ووضحت، يا ريت مزيد من التوضيح حول العدل والإحسان. يعني العدل يكون إذا أعطي أنصفة، لكن الإحسان أن أزيد مثلا؟ نعم، الإحسان وجه من وجوهه ومظهر من مظاهره هو شنو؟ مضاعفة الإحسان. إذا شخص أحسن إلي أقابله بخير أكثر وبإحسان أكثر. إذا أعطاني مثلا 10 نصائح أنا أبادر ب20 نصيحة، إذا أعطاني مثلا 1,000,000 أنا أبادر ب2,000,000، وهكذا، يعني أزيد في العطاء. وهذا هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وهذا مفهوم قرآني وورد عليه تأكيد في السنة الشريفة، يعني لا يصح لنا أن نقابل الإساءة بالإحسان. طبعا كما تفضلتم أنتم بالبداية، لا أي إساءة، لا، نتكلم عن الإساءة التي إذا أحسننا إلى المسيء سوف نقترب، نعم، منه، نعم، وسوف نأتي به إلى جادة الصواب. نعم. وإذا مثلا زدنا الخير بأكثر منه، هذا من شأنه أن يزرع المحبة ويزرع التقارب بين الأفراد في مختلف الميادين وفي مختلف الأصعدة، ولا يتقيد الإحسان بزمان ومكان وفرد وقوم وما أشبه ذلك. لا، هو هذا مفهوم يستحسنه العقل، جزاكم الله خير الجزاء. الشريعة هو بأنه أن نكون دائما محسنين ونلقى الله سبحانه وتعالى ونحن محسنون إن شاء الله تعالى، وأن يزيد الله في إحساننا، ونكون جزء من بنات هذا المجتمع وجزء من
الذين يكون لهم الشغل الشاغل في الوصول إلى الغايات التي أرادها الله سبحانه وتعالى إن شاء الله. شكر منصور لجنابكم الكريم الدكتور صلاح المنصوري الباحث الأكاديمي من النجف الأشرف، شكرا لانضمامكم معنا في برنامج خير الكلام وهذه المعلومات التي قدمتها لنا وللمشاهد الكريم. نعم طبعا في حديثنا اليوم نعم. عن العدل والإحسان فيما يخص العدالة في صفة الله عز وجل، وأن نعتقد بأنه عادل يشمل بأنه لا يكون هنالك تساؤل في قلوبنا، لماذا اختار النبي دونا عن سائر الأنبياء، لماذا اختار الوصي فلان، لا يكون هنالك نوع من التساؤل اللي يبدو فيه الاعتراض أنه لماذا لا تكون غير بني هاشم، لماذا السيادة في بني هاشم، لماذا يدفع الخمس لهم، لماذا التميز إلى آخره. هنا الذي يقول هذا الأمر ينفي عدالة الله عز وجل في اختياره واصطفائه لأنبيائه وأوصيائه وحججه في أرضه. الأمر الثاني اللي يجب أن نعتقده عدالة الأئمة سلام الله عليهم، عدالة النبي صلى الله عليه وآله، لا يجوز التشكيك في عدالتهم. فالتشكيك في عدالتهم يعني شككنا بعدالة الله، والتشكيك بعدالتهم والتشكيك بعدالة الله يعني إحنا حطمنا وانهار أصل من أصول الدين وهو العدل. العدل أصل مهم يوصلنا إلى حل كل المشاكل اللي تختلج في داخل القلب من الشكوك. أي مسألة تخص الشك في خلق السماوات والأرض، الله خلقها بميزان بعدالة، راح تنفي الظلم وتنفي الحيف وتنفي الباطل عن رب العالمين، راح يكون معتقدك مبني على الصحة. كذلك باختياره واصطفائه لأنبيائه ورسله واجتبائه لخيرة آل النبي صلى الله عليه وآله أئمة، فما يقولون وما يفعلون حجة علينا، فبذلك يجب أن نطيعهم ونسلم الأمر إليهم، لا يكون هنالك اعتراض ولا شك. فإن الشك والاعتراض يعني نفينا عدالتهم، نفينا عدالة الله عز وجل. فلازم الإنسان يتحرى العدل في العقيدة تجاه الله عز وجل، تجاه الحجة، تجاه كتابه القرآن الكريم، كذلك الآيات كلها عدل وحق. لا يكون هنالك اعتراض، لماذا يكون الميراث للمرأة هذا القدر وللرجل هذا حيث؟ هنا أنت شككت بالعدالة، أنت قد زاغ قلبك عن الدين وعن الاعتقاد، هذا أمر جدا مهم. فالاعتقاد بالعدالة أن الله عز وجل عدل في كل شيء يقودنا إلى النجاة، أيضا الاعتقاد بعدالته في الميعاد، في الموت والحياة، في حساب الخلق، في خلقهم، فيجنبنا الوقوع عقائديا في أمور كثيرة. لذلك ينبغي تعليم أولادنا مسألة عدالة الله وعدالة النبي وعدالة الأئمة وعدالة القرآن. نعم أحسنتي زميلتي ابتهاج على هذا التوضيح الجميل والمهم. أيضا تكلمت عن العدالة، أيضا نتكلم عن إحسان أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، فهم قدوة لنا. البعض قد يعني في حياتنا اليومية قد يحسن إلى إنسان، لكن هذا الإنسان المقابل، الشخص المقابل يسيء إليه، فهذا أيضا يقابل هذه الإساءة بالإحسان، يرجع يتعامل وياه بإحسان. البعض يظن أن هذا الشخص الذي يحسن مرة ومرتين وثلاثة، بل يصل به الأمر إلى الألف، يحسن إلى من يسيء إليه، يعتبر هذا الشخص المقابل هذا كثير الإحسان، أو هذا الشخص المحسن يعتبرونه هو ضعيف الشخصية. لا، هذا مو ضعيف الشخصية، الإحسان ليس بضعف الشخصية، لا، بل هو قوة للشخصية، بل هو يمتلك صفة عظيمة من هذه الصفات وهي الإحسان إلى الغير، يقتدي بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. اليوم عندما نكون من شيعة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، يجب أن يكون تطبيقنا فعليا لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. مثلا قصة الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام مع ذلك الرجل الشامي الذي كان يسب
أمير المؤمنين يا أمام الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام، وكيف رد الإمام هذه الإساءة؟ ردها بالإحسان، وخرج هذا الشخص وقال الله سبحانه وتعالى أعلم حيث يجعل رسالته. نعم، الله سبحانه وتعالى يعلم عندما يجعل أهل البيت عليهم الصلاة والسلام هم الأئمة وهم الأوصياء من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهم يتصفون بجميع الصفات التي أرادها الله سبحانه وتعالى وطهرهم تطهيرا. فهذه صفة من صفات الإمام الحسن وسائر الأئمة، حتى الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام اليوم لو نتبع تاريخهم نشاهدهم كيف يردوا الإساءة بالإحسان. هذه كلها دروس لنا نحن في حياتنا اليومية. البعض يقول هذا الشخص قد أساء لي، أترك هذا الشخص، أرد الإساءة بالإساءة، وبالتالي راح تنتشر البغضاء، العداوة، الكراهية ما بين الناس، ما بين الأخ وأخيه، ما بين الأفراد الأسرة. إذا كان هنالك إساءة وردت هذه الإساءة بالإساءة، فبالتالي راح يشيع، يعني راح يشيع هذا الأمر، وبالتالي راح تقتل جميع العلاقات الإنسانية، تقتل جميع العلاقات الأخوية، تقتل جميع هذه الصفات. علينا أن نلتزم بالإحسان، وبالتالي الشخص الذي يحسن فإن أحسنتم لأنفسكم، فبالتالي هذا الإحسان يرجع مردودا للإنسان. الله سبحانه وتعالى كريم، الحسنة بعشرة والسيئة بسيئة، الحسنة تضاعف. الإحسان يكون الإحسان المادي وكذلك الإحسان المعنوي، بكلمة طيبة، بنصيحة توجهها للآخر، أو ربما تفرج عنه بأمر ما. أيضا من أمور الإحسان، على الإنسان المحسن يجب أن لا يمن عندما يحسن للآخرين عليه. هنالك مضمون من الأحاديث يجب تصغيره وستره وغيرها من هذه الصفات. إذا حسن شخص ما لا يذهب إلى شخص آخر ويقول لقد أحسنت على هذا، لقد سددت دين عنا، أو ربما أقرضت مبلغ من المال، بهذا الأمر هو قد ضيع الأجر الذي حصل عليه. فعليه أن يبتعد عن المن، وكذلك عن التسويف، وكذلك عن المماطلة بالإحسان. فكثيرا يعني احنا نحتاج الى الإحسان، الإحسان في ما بين الأولاد، عدم الإساءة لهم، عدم ضربهم، عدم تحطيم نفسيتهم. بالتالي هذه الإساءة راح تنشأ من هذا الطفل عدم الثقة بالنفس، إنسان مهزوز، إنسان ربما جبان، ما يحب الآخرين، إنسان منطوي، وغيرها من هذه الصفات السيئة. فيجب أن نحسن لأبنائنا، أن يكون هناك إحسان ما بين الزوج والزوجة. اليوم إحنا كثير من المشاكل اللي تكون، وربما هذه المشاكل تصل بها إلى الطلاق. اليوم قرأت من أحد يعني بأحد الأخبار، يعني بهذا الشهر المضى كانت 5800 وكسور حالة طلاق. ربما نصف هذه الأسباب للطلاق التي أدت إلى الطلاق عدم الإحسان، بل ربما الأغلب تكون أحد الأسباب هو عدم الإحسان يا زميلتي. ابتهاج، الإساءة إلى يعني ما بين الزوج والزوجة، ربما أهل الزوج أو ربما أهل الزوجة، فبالتالي يصل المطاف إلى الطلاق ويكون الأطفال هم الضحية. فإحنا نحتاج الإحسان ما بين الأصدقاء، في العمل، في الأسرة. فبالتالي لو وجد هذا الإحساس راح ننعم بحياة مطمئنة، فيها راحة، فيها سكينة، فيها سعادة. نعم، ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه الإنسان إذا ما تفقه في تجارته وخاض في التجارة وقع في الربا. نعم، كذلك بالحياة الزوجية، إذا الزوج والزوجة ما تفقهوا في واجباتهم، حقوقهم الشرعية، ما تفقهوا في مسألة كيف يربون أبنائهم، كيف يتعاملون مع بعضهم البعض، وقعوا في الظلم وفي المشاكل. قال عز وجل في مسألة ما بين الرجل والمرأة عندما يكون هنالك طلاق: ولا تنسوا الفضل بينكم. للأسف كلها تنسى الفضل بيناتهم. كون الزوج في بعض الأيام أو أغلب الأيام محسن وأحسن لها كثيرا، وجرى ما جرى ومن ثم حدث الطلاق، نست هذا الفضل ونكرته، أو بمجرد تصرف بسيط بغت عليه وتصرفت بطريقة طائشة. كذلك الزوج تكون المرأة مخلصة له
مؤمنة مربية لأولادها حانية مؤدية حقه إلى آخره، ولمجرد خطأ بسيط لربما هذا شيء مو من الواجبات المفروضة عليها، يعني شرعا الله ما فارض هذا الأمر عليها، يعني هي من المتصدقين بفعله، مثلا مسألة الطبخ والتنظيف وغيره هي من المتصدقين، صدقة جارية إلها، بالتالي إذا أخفقت أو شيء قليل يكون هنالك عقوبات كبيرة تجاهها وظلم وحيف كبير. لذلك أغلب المشاكل الزوجية هي بسبب الجهل في الأمور الشرعية. لذلك نحن نوصي وإحنا بالدقائق الأخيرة أن يعرف الإنسان كما أوصانا زين العابدين سلام الله عليه برسالة الحقوق، أن نعرف إن لأنفسنا علينا حقا، إن لربنا علينا حقا، للأئمة علينا حقا، لجوارحنا علينا حقا، لأفعالنا وكذلك للمؤمنين حولنا من والدين وأولاد وزوجة وإخوة وأصحاب إلى آخره، نعرف هذه الحقوق ونحفظها حتى نعرف أن منخوض في ظلمنا للآخرين. وقوام الحياة الزوجية العدالة والعدل والتفهم والإحسان. لذلك نسأل الله عز وجل أن نفهم دينه ونحسن تطبيق هذا الدين حتى نحشر يوم القيامة مع محمد وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين. آمين يا رب العالمين. ففي نهاية هذا الحديث أيضا، اليوم نحن نعيش في زمن الغيبة وكلنا نريد أن نكون أنصارا للإمام عذرا للأنصار للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. فكل من يتمنى هذه الأمنية ويريد أن يحصل على هذا الأمر عليه أن يتصف بهذه الصفات، بأن يكون عادلا مع الله سبحانه وتعالى ومع رسوله ومع أهل البيت عليهم الصلاة والسلام ومع نفسه ومع رعيته ومع كل إنسان، وأن يتصف بالإحسان حتى يكون جندي من جنود الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. ذلك المقام، تلك الرتبة لا يحصل عليها أي إنسان. نعيش ونعمل ونتمنى بأن نكون في تلك الرتبة، وهي أن نكون جنود عند الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. فعلينا حتما أن نتصف بهذه الصفة وأن نعلم أبنائنا على العدالة وعلى الإحسان. وهنالك ملحوظة أيضا، بعض من الآباء يعلمون الإبناء الرد الإساءة بالإساءة، مثل ما يضربك ضربة، لا، لا تعلمهم هذه الأمور، فبالتالي هذا الابن شاب على شيء شاب عليه، فبالتالي غرس هذه الصفات الغير صحيحة، بالتالي راح يرجع معكوسها على الأبناء عند الكبر. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. شكر موصول لكم على طيب المتابعة، وشكر موصول للأخوة الذين رافقونا في تقديم هذه الحلقة، وكذلك شكر موصول للزميلة ابتهاج. ومسك الختام مع حضرتك. شكرا جزيلا يا سعاد على خير ما قدمتي وتكلمتي، جعل الله في ميزان حسناتك. شكرا جزيلا للضيوف اللي كانوا بالحلقة عبر الاستطلاع والضيف من النجف الأشرف، وشكرا لمشاهدينا الكرام على حسن متابعتهم. نسأل الله المزيد من الخير والتوفيق لنصرة محمد وآل محمد ونفع المجتمع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.